تحية لمشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم وحيثما وجدتم في حلقة جديدة من برنامج فار سبور هذا البرنامج يأتيكم كل يوم خميس على الساعة الرابعة مساء في البداية مشاهدينا دعونا نرحب بضيفنا الحاضر معنا من خلال هذه الحلقة الكابتن الإعلامي الكبير خليفه محمد الهادي مرحبا محمد الهادي أهلا بك عبد الله شكرا على هذه الاستضافة وسعيد جدا بحضوري معك في برنامج فار سبور شكرا لك يا محمد الهادي هم مشاهدينا الكرام من خلال هذه الحصه سوف نتحدث ونحلل الكثير من المباريات التي جرت من خلال هذا الاسبوع والبدايه من كاس امم افريقيا 2023 كوديفوار في البدايه نتحدث عن الخروج المفاجئ للمنتخب المغربي والمفاجات بشكل كامل في مباريات ثم النهائي كاس امم افريقيا البدايه ستكون من مباراه المغرب أمام فريق جنوب أفريقيا والكل توقع فوز المنتخب المغربي بسهولة لكن منتخب جنوب أفريقيا يقول كلمته ويتأهل بثنائية نظيفة أمام منتخب رابع العالم المنتخب المغربي في البداية محمد الهادي كيف تبعت هذا اللقاء؟ نعم، دعونا نحدد النقطة الأولى زميلي عبد الله أن الكرة الإفريقية تختلف نعم. آه كثيرا عن الكرة في أوروبا أو ككأس آه العالم آه إسقاطا آه الكرة فعلا. الإفريقية أو الكرة في أدغال أفريقيا خاصة في المناطق الوسطى آه أغلبية اللاعبين الذين يلعبون على آه يلعبون في كثير من المنتخبات هم أوروبيين أو يعيشون الأجواء الأوروبية خاصة آه في الملاعب طريقة اللعب لكن في أفريقيا صعبة جدا التعامل آه مع تلك الفترة أو التعامل في تلك في ذلك مع تلك الفترة المنتخب المغربي اصطدم بجنوب أفريقيا الكثير كان متوقع آه هذه أو يعني أنه تفوز المغرب على جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا آه يمتاز باللعب الجماعي لا. اللعب الجماعي آه بناء الهجمة آه من الخلف آه تسجيل آه ماكا جوبا في الدقيقة آه السابعة والخمسين هدف ضد المنتخب المغربي آه أرى أنه ضربة الجزاء الذي أضعها أشرف حكيمي كانت س تفيد الكثير نسجلها المنتخب المغربي سيعودون نعم. في لكن آه لما ضاعت هذه ضربه الجزاء ربما آه فقد دعني آه يقول ليس كل الامل وانما فقد شيء من الأمال المنتخب المغربي واثرت عليه اكثر الهدف الثاني من مخالفه مع طريق موكوينا آه يعني في الدقيقه ال 95 خلاص يعني المنتخب المغربي كذلك بالبطاقه الحمراء يعني <applause> ماذا أقول لك يعني المنتخب المغربي دعني أذكرك في تصريح الرجر وليد الرقراقي حينما سألوا صحفي قال له بعد خروج كل المنتخبات العربية كيف شعورك وأنت الآن رافع الرأي العربي وتلعب يعني العرب قالوا أنا لا ألعب على العرب ألعب على فقط على المنتخب المغربي الرأية المغربية الرأي المغربي ففرح كل العرب وأغضب <applause> المنتخب المغربي أو مشجعي المنتخب المغربي نعم أشد المت... يعني أقل المتفائلين نعم في الجماهير المغربية لم تكن تتوقع أبداً هذا الإقصاء نتحدث عن منتخب مغربي متكامل نعم. كما شاهدنا في كأس العالم نعرف أن الظروف تختلف كأس صحيح. العالم عن الرطوبة والمناخ نعم. في كأس أفريقيا لكن ما الذي كان ينقص المنتخب المغربي؟ في تلك المباراة؟ هي دعني اذكرك سابقا انه في المنتخب الجزائري في عام 2019 لم يعتمد على الفرديات في كاس امم افريقيا ولو أن الاجواء مختلفه على مصر وادغال افريقيا لكن اعتمد على اللعب الجماعي، هذا الشيء لم يعتمد عليه المنتخب المغربي، اعتمد على الفرديات زياش زي اشرف حكيمي لكن المنتخب البافانا بافانا من قديم من من السابق, من السابق ويلعب يلعب اللعب الجماعي ربما هو الافاد هو اللي كان حاضر Thank sure. you. في هذه المباراه اللي ادى الى فوز جنوب افريقيا والكل كان متوقع فوز المغرب سواء كان ضد المغرب او مع المغرب مقارنه نعم. رقميه المغرب قوي جدا على جنوب افريقيا لكن هذه الكره كل لا يوجد مستحيل في كره القدم نعم هنا تغلبت الجماعيه على اكثر فرديه نعم. كذلك حتى غياب بالنسبه لزياش نعم. وكذلك بوفال اثر صحيح. بالنسبه كبيره على المنتخب نعم. المغربي كذلك كي. حتى بالنسبه لتبديلات الراجراجي مشاركه مزراوي الذي كان غيب لعده اشهر صحيح. في مباراه مصيريه في النهائي نعم. امم افريقيا أثارت كثير من الاستياء بالنسبة حتى للجماهير المغربية هل ترى أن المنتخب المغربي كان يستحق الخسارة في تلك المباراة؟ وصراحة لا دعونا نقول واقعيين أن المنتخب المغربي لا يستحق الخسارة في دور الستة عشر أمام جنوب أو عفوا دعم دور عشر أمام جنوب أفريقيا, <applause> أفريقيا. أه <تعرفت> نعم أمام جنوب أفريقيا لا يستحق صراحة لا المنتخب المغربي <applause> نعم هل ترى كذلك حتى بالنسبة لقراج الذي دخل بالعاطفة كما تحدثنا عنها نعم صحيح. من وسائل إعلام مختلفة كذلك حتى وسائل الإعلام المغربية أكدت أن الركراكي دخل ب يعني قائمة وبتشكيلة يعني عاطفية بالنسبة للمنتخب المغربي وهذا ما ضيعت المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا هل ترى بأن هناك بعض من التعاطف باستخدام اللاعبين نعم يوجد ذلك التعاطف الذي فعله وليد الركراكي في تشكيله المنتخب المغربي كذلك تعاطف اثر كذلك على عديد المنتخبات من بين المنتخب الجزائري في مباراة الاخيره امام موريتانيا كذلك اقول انه لا يوجد تعاطف في في كره القدم يوجد من يقدم هو الذي يدخل في ارضيه الميدان ماذا تضحك عبد الله بن علي ذكرت الاحتفالات الصاخبه ليلتها صحيح صحيح نعم <applause> في جل في جل الولايات تقريبا احتفالات صارخه نعم. في وهران الجزائر العاصمه عن يعني الدفله الامدية نعم. وكان المنتخب <applause> الوطني هو نعم. من توج بالكان بعد خساره يعني شهدنا تحفيل بعد نعم. خروج المنتخب الجزائري في وسائل الاعلام المغربيه بخروج المنتخب والفرحه السرية نعم. لكن بعد خروج المنتخب المغربي هناك احتفالات نعم. يعني حتى البعض الجماهير ارادت يعني ارجاع بالماضي لأنهم كانوا زعفين عن بالماضي <applause> كانوا تقريبا يطالب بالماضي بالعوده لان المنتخب <applause> المغربي خرج من البطوله. صح صح نعم. فرحه المنتخب الجزائري جاءت بعد شماته يعني ربما المنتخب المغربي بالجزائر. لذلك لما خسرت المغرب رد المنتخب او الجمهور الجزائري بنفس الطريقه على المنتخب المغربي وان تو 3 ما تبكي ما تشكي. أطفهم يبكوا من يشكو نعم كثير من الشعارات شاهدناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كذلك من خلال تطبيق التيك توك ايمان تقول مساء الخير مساء النور اماني الحياه تقول امسيه سعيدا جميع شهر زاد قالت انا ميته بالسعاده <applause> يعني <تصفيق> كان كل كل تقريبا سعيد بال 50 سنه بدون لقب نعم. خاصة انهم زالوا يعني تقريبا سوف يمر يا محمد الهادي نفس الفترة بالماضي صحيح. كانوا عايشين على كأس أمم إفريقيا لا والآن لا. سوف يعيشون على رابع العالم لا. يعني هناك بعض العاطفة صحيح حتى بالنسبة للجماهير وهناك لا. من كان يطالب بإقالة الركراكي هل ترى أن رحيل الركراكي سيؤثر على المنتخب المغربي أو يحتاج الجامعة المغربية لاستقرار ببقاء المدرب الفني للمنتخب المغربي الركراكي والله لا ارى ارى انه وليد الركراكي لا تزال ربما لا زال لديه الفرصه انه يبقى مع المنتخب المغربي ما بدا بدا وليد الراج بدا امام كاس العالم بشهر او بشهرين تدريب نعم. المنتخب المغربي ليس بتلك المده الكبيره حوالي سنه ارى انه ربما ستكون لديه فرصه وليد الرجلين. نعم نشر حتى المنتخب نعم. المغربي فريق يعني اوروبي قوي جدا يعني تتفاجا بخساره نعم المنتخب المغربي. يعني نعم. ليست تلك صحيح. الاجواء الرطوبه نعم. والحراره نعم. وغيرها نعم. يعني باجواء كاس العالم وتلك الاجواء الجميله صحيح. والجو يكون معتدل يعني ليست تلك الدرجه الكبيره كذلك نعم. رياض شرفي انا حزين لسقوط المغرب يا عبد الله يعني هناك رائد ي... نعم رائد شرفي هذا لاعب اولمبيك المغرب اسباب نعم الكل كان ربما حزين بعد خساره المنتخب المغربي كنا نود فريق عربي يشرفنا في ادوار متقدمه لكن شاءت جنوب افريقيا الا ان تخرج طب. المنتخب م. المغربي رابع العالم كما شاهدنا كذلك نتحدث عن اقصاء المنتخب المصري صح. الذي وصل للنهائي في النسخه الماضيه اقصاء من فريق الكونغو الديمقراطيه فيتوريا دخل بتشكيلة متوازنة تقريبا وخسر بركلات ترجيحية أمام منتخب كان متواضع خلينا نقول يا صحيح. يعني ملاحظة فقط عبد الله أضيف للجماهير أن منتخب الكونغو تأهل للدورة الثمانية بدون أي فوز ثلاث تعادلات نعم. مجموعة نفس تعادل المنتخب نعم. المصري عكس ذلك منتخب السنغال الذي خرج من بطولة دون اي خساره. نعم اصطدم المنتخب المصري بالكونغو الديمقراطيه اولا بالبنيه الجسديه التي تمتع بها منتخب الكونغو نعم. كذلك دعني اقول تسجيل هدف اول للكونغو في الدقيقه 37 ثم تعادل المنتخب المصري شوط ثاني خالي من الاهداف ثم بعد التمديد ضربات الجزاء هي ضربات حظ في النهايه ستحسم لفريق كلام الفريقين الحظ ابتسم للكونغو الديمقراطية وفازت في وصعدت الى الدور الثماني. نعم شاهدنا كذلك حتى بالنسبه للاراء الجماهيريه بالنسبه لمحمد صلاح صحيح. هناك من يقول انه لا يخدم منظومه المنتخب المصري عكس منظومه ليفربول نعم. وهناك من قال ان تاثير غياب صلاح واضح على المنتخب المصري. وفي لو تسالني هذا السؤال عبد الله بن علي في مباراه اغانا ساقول لك ربما خروج محمد صلاح هو ساعد المنتخب المصري في في التعادل في المباراه كذلك لعبه امام مباراه الراس الاخضر تحول اللاعب من فردي الى جماعي في المنتخب المصري خاصه انه كان يعتمد على محمد صلاح عمر مرموش محمد مصطفى اللي سجل في كل نعم المباريات نعم كذلك تريزيجيه خروج كذلك محمد النني ربما اقولها تاثر قليلا لأنه ما نكروش خدمات محمد صلاح على ارضيه الميدان فرق بين لاعب محمد صلاح في ليفربول وفرق بين لعبه في مصر هو الناس اللي راهي تلعب مع عبد الله بن علي مش كما يلعب مع نعم. اكيد روبرتسون او ارنولد في نعم نعم هي في, في الجناح كما يلعب مع يعني لاعب اخر ربما هناك كثير من اللاعبين خليني ربما تتفق معي محمد الهادي نعم. الكثير من اللاعبين النجوم في انديه في الانديه نتاعهم يعني ال في منتخباتهم مستواهم دائما متواضع يعني قلما يكون لاعب نجم في فريقه لا. يكون نجم كذلك حتى في المنتخب كذلك نقطه اخرى هي مهمه جدا بالنسبه للمنتخب المصري وهي فقدان متوسط الميدان امام عاشور اللاعب الاهلي المصري لا. الذي كان لاعب لا يستغنى عليه فيكتوريا في وسط الميدان غيابه كان مؤثر كذلك حتي بالنسبة للنقص الهجومي في المنتخب المصري غير قادر علي تنظيم هجمة صحيحة صحيح. من الدفاع الى الهجوم هذه نقطه كذلك تحتسب نا. لفيتوريا نتحدث أه في النقطه الاولى عبد الله بن علي انه اللاعب يختلف في لعب لعبه مع النادي ولعبه مع المنتخب اولا النادي هم يلعبون عدد مباريات اكبر فبالتالي هناك انسجام بين اللاعبين وهناك توافق بين اللاعبين اما المنتخب الوطني فكل لاعب من نادي تقريبا يعني يحتاج الى فتره انه ينسجموا مع بعضهم يحتاجوا لفتره باش على لعب بعضهم البعض فبالتالي يكون ذلك الفرق في في اللعب نعم كذلك نقطة أخرى كذلك خروج للمنتخب السنغالي في مواجهة غير متوقعة بتاتا أمام منتخب الكوت كما شاهدنا المنتخب الكوت كان قريبا من الخروج وانتظر هدية من المنتخب المغربي فاز المنتخب المغربي تأهل الكوت إلى ثم النهائي أخرج فريق الفائز باللقب في النسخة الماضية المنتخب السنغال كيف تبعتك كمباراة في البداية كابتن حمد الهاتي. صراحة بعد الهزيمة الذي تعرض لها في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية برباعية يعني خلاص أمضيت على أنه خروج الكوتوفوار لكن في مباراة الدور الستة عشر لو لاحظت الشوط الثاني عبد الله بن علي هناك كوتوفوار آخر ليس كوتوفوار التي لعبت في دور نعم. المجموعات نعم. ليس كوتوفوار التي لعبت في دور المجموعات تحس أنك تتفرج على فريق أوروبي متكامل يلعب على أرضية الميدان لا هذا لا ننقل لعب المنتخب السنغالي لكن أدى مباراة جيدة و... وكان يستحق. كان يستحق التأهل نعم كان يستحق المنتخب الكوتوفوار في تلك المباراة نعم نعم كذلك حتى بالنسبه لنقطه اخرى بان هذا المساعد المدرب الفائز بجائزه مباراه السنغال ديفوار هو لم يشارك ابدا في مباريات دور المجموعات نعم. يعني كان المدرب السابق قبل الاقاله لا يشاركه تماما نعم. شارك المدرب المساعد في اولى مباراة في الثمن النهائي وحاز على جائزه رجل المباراه سيناريوهات مختلفه وسيناريوهات مجنونه حدثت في, في كاس, في كاس هذه النسخه نعم. نعم كذلك هل ترى بان المنتخب الايفواري كابتن محمد الهادي يعني قريب من اللقب أو ربما مباراة منتخب السنغالي كانت ربما جاءت من الصدفة ومباراته القادمة ربما يسقط أو ربما حتى يخرج هو التكهن بعد الذي جرى في هذه كاس افريقيا هو صعب جدا صعب جدا صعب جداً, جدا بعد ترى انه فريق ناميبيا يطلع الى دوري 16، ترى فريق الراس الاخضر في في ثمن النهائي، ترى فريق موريتاني في دوري 16 صعيب أن تتكهن، مباراه الكوت امام مالي في يوم السبت القادم أرى أنه بعد خروج السنغال أصبح الطريق سهل لمنتخب الكوتوفوار هذا لننكر أنه فريق الشباب الذي الرائع الذي يؤدي كرة جميلة منتخب مالي لن يكون بالسهل بالأمر السهل أمام منتخب الكتفار إن تأهل منتخب الكوتوفوار أمام مالي سيكون أكيد أحد الطرفين نهائي يعني. نعم بالتأكيد كذلك نتحدث حتى عن كيسي في تصريحه أكد أنه تعرضنا للاذلال من طرف الجماهير الإيفورية، بعد الخسارة امام غينيا الاستوائيه صحيح. غينيا الاستوائيه كذلك محمد الهادي فازت برباعيه وتاهلت وسقطت في المباراه امام غينيا بهدف لصفر هنا ترى كيف حدث هذا السيناريو فوز على الكوديفوار برباعيه في اخر مباراه من دور المجموعات لا. والخساره من ثم نهائي من منتخب غينيا الذي لم يكن بقيمه الكوديفوار. صحيح نعم آه عبد الله بن علي آه آه هذه النسخه بالتحديد آه يعني كما نقول احنا يمشي صراحه <applause> يربح انكم بعد يطلع ما ما ما, ما تفهم حد شيء يعني آه صراحه المنتخب الغينيا كان يستاهل انه يتاهل على آه غينيا الاستوائيه كانت تستاهل انه تتاهل على غينيا لكن حتى غينيا غينيا لوحدها آه بقياده اكيد كايتا بكايتا آه المتوسط ميدار رائع جدا كذلك آه يستاهل وانا ارشح انه تتأهل تاهل غينيا على الكونغو الديمقراطيه آه <ım Laser> يوم الغد في مباراتها في ثمن يعني. كذلك نعم من منتخب الكودوفار إلى منتخب آه، نيجيريا نيجيريا الذي فاز على الكاميرون <مسيق> كذلك من أبرز المرشحين لل للقب من كاس أمم إفريقيا مباراة رائعة أمام الكاميرون مباراة رائعة جدا كذلك في دور المجموعات مباراة أخرى في آه ربع النهائي كيف ترى تقييم المنتخب النيجيري من خلال هذه الفترة في مباراة التصفيات تعادل في أول مباراتين كذلك الدخول في أولى مباريات كاس أمم أفريقيا وتعادل لكن بعدها حدثت كل المباريات تقريبا بفوز ها هو الآن يصل إلى ربع نهاية هل ترى أن المنتخب النيجيري قادر على الفوز باللقب في هذه النسخة؟ المنتخب النيجيري أقول صعب أنه حتى أنقول ما نقولوش أنه فريق سهل لكن فريق أنغولا تعادل مع منتخب الجزائري فاز على منتخب بوركينا فاسو أدى أداء جميل جدا كذلك فاز على منتخب تأهل إلى الآن إلى دور الموريتاني منتخب الموريتاني نعم. <applause> نيجيريا أراها أنا أرشحه أن راح تكون طرف من أطراف حتى ممكن تحدث المفاجأة بفوز المنتخب الأنجولي المنتخب الأنجولي. المفاجأة، المفاجأة المفاجأ خليها حنشق عبد الله ما نقولكش لا بعد كل ما لاحظناه هذه المفاجأة دائماً حاضر نعم. أما كرقمياً وكتوقع يعني مقارنة بين الطرف على الورق منتخب نيجيريا من هو اللي راح يكون متأهل بإذن الله. نعم، هل ترى أنه ربما نشاهد مباراة الكوديفوار نيجيريا؟ في نهائي كاس امم افريقيا هذا توقعي هذا توقعي هذه الاقرب يعني الاقرب توقع هو الحصول بالنسبه وراء هذه المباركة. الشخصي الخاص انه نهائي كاس امم افريقيا الكوتوفوار بين الكوتوفوار ونيجيريا ولا استبعد فوز الكوتوفوار نعم خاصة انه على ارضه والعودة بالعودة الى الحياة من جديد يقول خافوا من رجل سيكون من سيناريو غريب جدا جدا ان فاز الكوتوفوار في, كاس افريقيا تخيل ان تفوز الراس لا. الاخضر بالبطولة عادي لا أنكر ذلك عادي <applause> نعم سيناريوهات افريقيا نعم. نعم. جدا بالحديث على البطوله بشكل عام هل ترى ان هذه افضل نسخه في التاريخ بالنسبه لكاس امم افريقيا؟ والله لا انكر ربما هي الاحسن على الاطلاق تعهدنا سابقا انه نشوفه خاصه كاس امم افريقيا المنظمه في ادغال افريقيا تكون الملاعب سيئة لكن النسخه هذه النسخه الكوتوفوار نعم لا يوجد حجه على الملاعب وعلى المرافق او شيء قامت الحق كما نقولوا احنا بالتجهيزات الكامله كذلك المنافسه كانت قويه المفاجآت كانت كثيره في رايي احسن نسخه لحد الان نعم افضل نسخه تقريبا من كاس امم افريقيا بالنسبه للمتابعين هل ترون ان هذه النسخه من كاس امم افريقيا 2023 كوتوفوار بدون افضل طبعا نسخه في التاريخ نعم. كذلك من خلال الحديث عن جميع المباريات الافريقيه نذهب الى خصيصا الى المنتخب الوطني بعد هذه الخيبه محمد الهادي خروج المنتخب من دور المجموعات المرة نعم. الثانية على التوالي على التوالي عفوا <applause> وكذلك بالنسبة لي إقالة جمال بالماضي بالنسبة للاتحادية برأيك هل ترى أن إقالة بالماضي ضروريه للمنتخب خاصه اننا مقبلين في شهر جوان على مباراه تصفيات وكذلك في مارس على دوره الودية دوليه نا. وديه نعم نا. ام ربما استمرار بالماضي لكاس العالم والله لا ارى استمرار جمال بالماضي اصبح هناك سابقا كان هناك عقد معنوي بين جمال والماضي والجماهير اما الان اصبح لا اقول لك تكهر جمال بلماضي لكن اصبحت لا تحدد اللعب بطريقه جمال بلماضي بعد خسور الخروج من نسختين كاس امم افريقيا كذلك عدم التاهل الى كاس العالم تلك المطبات التي مر بها جمهور المنتخب الوطني الجزائري لا يريد استمرار او لا يريد وجه جمال بلماضي في, في 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 الملعب. وقتها انتهى تقريبا. وقتها انتهى نعم. حتى تكتيكيا لا يوجد ابداع لا يوجد جديد لدى جمال بلماضي. نعم. نعم. استعمال كذلك العاطفة نفس الهجوم في كأس إفريقيا 2019 نفس الهجوم في كأس إفريقيا الكاميرون نفس الهجوم في كأس إفريقيا كوتوفوار نفس الهجوم في كاس يوجد عاطفة صراحة يوجد عاطفة تلك لم تختم المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لا ننسى خيره كتتويج بكأس أمم إفريقيا لكن لا ننسى الخيبات الذي مر بها مع المنتخب الوطني الجزائري تجربة وانتهت وشكرا لك جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب وكل ما فرحه لأنه جمال بلماضي ثلاث خمس سنوات فاز قبل آه خسر قبل خسر في أربع مرات فقط أربع أربع, خسر أربع, أربع مرات خسر أربع مرات ربما في عام عادل في 16 مباراة تقريبا نعم وفاز تقريبا في 64 تقريبا ولا 34 صحيح فضبط. صحيح نعم نعم بعد إقالة جمال بالماضي المدرب الأبرز لإعادة المنتخب الوطني للواجهة من جديد هناك الحديث عن هيرفي رونار هناك الحديث عن حليل وزيتش. هناك الحديث كذلك حتى عن المدرب الكرواتي البوسني بيتكوفيتش، المدرب آه الذي آه درب سويسرا وقاده الى مرتين نعم. الى نهائيات كاس العالم، كذلك توج ب آه مع بروسيا دورتموند بكاس آه المانيا. مدرب الاقرب للمنتخب الوطني كابتن الحمد لله. هيرفي رونار هو مربوط بعهد المنتخب النسوي لكأس آه لفرنسا نعم. آه حتى عام 2000 25 على ما اظن، الأراه الاقرب كذلك على الاوراق هو كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري سابقا، كذلك منتخب ايران الذي لعب معه في كأس العالم 2018. هيرفي رونار، حليلوزيتش، والله انا ارى انه كارلوس كيروش هو القريب من كل هذه المدربين، والله اعلم ما تخبيه الاتحاديه الجزائريه. نعم، كذلك الحديث عن كيروش ان هناك ربما شيء ما يعيق من تولي العارضة الفنية وهي اللغة صحيح اللغة لا يجيد كارلوس كيروش اللغة الفرنسية, الفرنسية. كذلك نعم. نعم حتى اللغة الإنجليزية تقريباً لأنه يتعامل باللغة البرتغالية وهذا نعم. ما يعيق من حضور كارلوس كيروش على العارضة الفنية تكتيكياً من ترشح يعني بعيداً عن توقعك صحيح. الأماني محمد الهادي ما يريد هو الافضل بين كل هؤلاء الشخصين هو وحيد حليلوجيتش وكذلك هيرفي رونار هيرفي رونار الذي توج بنسخته لكاس امم افريقيا يعرف جيدا ويتقن طريقه اللعب الافارقه مع زامبيا في عام 2013 كذلك مع في آه، آه، عفوا وكذلك مع الكوتفوار عام 2015 آه، فاز على الجزائر حينها بثلاثه مقابل واحد آه، هيرفي رونار هو قوي جدا على مستوى القاره الافريقيه اتمنى ان يكون هيرفي رونار نعم حتى انا كمتمني وك يعني مشجع المنتخب الوطني اتمنى قياده هيرفي رونار بالنسبه للمنتخب الوطني لان هذا المدرب يعرف جيدا خبايا الكره الافريقيه ونحتاج نعم. اصلا الى مدرب خبره عامله في صحيح آه افريقيا منذ سنوات الحديث كذلك حتي بالنسبه لوليد صادي من وسائل اعلام مقربه اكد ان هناك الكثير من السيرات الذاتيه لكثير من المدربين لتولي العارضه التقنيه للمنتخب الوطني نمتلك منتخب شبان يعني أه الحديث كذلك عن أبو نتحدث على والناس نتحدث على أمين جويري هناك عطال أه عمور هناك العديد من اللاعبين المميزين تحتاج إلى رجل خبرة يعرف خبايا الكرة الـ الـ الأفريقية كذلك متمرس أه تكتيكيا وغير ذلك من تتمنون بالنسبة حتى للجمهور لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة اعطونا رايكم من خلال التعليقات بالنسبه للتعليقات اسامه قال المنتخب الفائز بالكان هو المنتخب النيجيري والنهائي بين نيجيريا وغينيا نعم هذه ربما تحدث بعض من المفاجاه كما ذكر اسامه وش قالت اسامه مرة اخرى يا محمد الهادي نعم أسامة يقول المتقبل الفائز أو عفوا لا نسخة جنوب أفريقيا أحسن من أفضل النسخ من نعم. كأس أمم أفريقيا أكد أسامة أن نسخة جنوب أفريقيا هي الأفضل آه في آه تاريخيا نعم شهر في زاد في أي موسم نسخة جنوب أفريقيا نسخة جنوب أفريقيا لا أتذكر بالتحديد يعني يمكن آه 2013, 2013 أو 2015, أو 2015. أو 2015. لا نعم. 2015 عشر ليست في جنوب أفريقيا أه كذلك شهر زاد أه قالت ان افضل نسخه هي نسخه مصر التي توجنا فيها بالكاس نعم هي اجمل نسخه يعني من اجمل من اجمل النسخ نعم كجزائري انك تقول <applause> <applause> <كجزائري> إن <كتصفيق> نعم كجزائري انك تقول قليلا بالعاطفه هي هي افضل بالتاكيد نعم لكن من حيث المنافسه وغيرها كاس امم افريقيا الكوديفار بالتقريب هي افضل كل واحد عنده راي تقريبا ونحترموه هي الاقرب من ناحيه المنافسه من ناحيه العاطفه كمنتخب وطني هي افضل نسخه يعني أكيد. منتخب نعم. في مصر هي الافضل من ناحيه المنافسه وهي الكوديفار 2023 مختار وش قال قال رونار ولا خيار نخ. نعم مختار يتفق صحيح معنا صحيح. تقريبا أكيد. هو رونار هو افضل خيار بالنسبه للمنتخب الوطني شهرزاد قال جمال ما على راس العارضه لم ينزل بعد لم يمضي بعد الاستقاله وبربي راح يبقى الكوت جمال شهرزاد نقطه مهمه جدا انه رسميا تم اقاله جمال بالماضي في على راس العارضه التقنيه بانه لم يعد مدربا للمنتخب الوطني تم الفصل بالنسبه لجهه واحده بالاتحاديه كذلك الحديث عن المنتخب الوطني اسباب السقوط بشكل عام كابتن محمد الهادي للمنتخب الوطني من الكان نعم سقوط المنتخب الوطني بالمنتخب الكان انه كان يستغل المباراة الأولى أمام المنتخب الأنغولي خاصة في الشوط الأول الذي كان المنتخب الوطني الجزائري قوي جدا تكتيكيا وكذلك انهار في البنية الجسدية أو في اللعب في الشوط الثاني رأينا آيت نوري غير قادر على الجري فرصة وحيدة نالها المنتخب الأنغولي هي ضربة الجزاء سجلها اللاعب مهاجم المنتخب الانغولي كذلك منتخب بوركينا فاسو شهدنا فيه ضربتي جزاء لم يمنحها بطريقه ساذجه خلينا نقول نعم ضربتي جزاء لم يمنحها الفار دعني اقول للمنتخب الجزائري امام اعيننا تضرب في يده داخل منطقه الجزاء خاصه تعاموره دعني عن الاخرى ربما كانت تحت يديه هذه واضحه يعني نعم الكولسه كانت واضحه بنفس المباراتين نعم. تعرض الى كولسه وتعرض الى مؤامرة المنتخب الوطني الجزائري خاصة في مباراة بوركينا فاس وكذلك منتخب موريتاني ربما لقطة سليماني تلك ضربة الجزاء المنتخب الموريتاني درس جيدا طريقة لعب المنتخب الجزائري في المباراة الأخيرة تمكن أنه كان قوي دفاعيا كذلك البنية الجسدية لم تنهار المنتخب الموريتاني ما زال يهاجم لآخر نفس كذلك المنتخب الجزائري اللي دفع أرى ضعف في هجوم المنتخب الجزائري كيف إنك تدخل قرابة الست أو خمس مهاجمين نعم. ولا ولا تفعل شيء يعني في تيل الشوط كامل نعم كذلك حتى منتخب موريتانيا احدث مفاجاه أكيد بالنسبه أكيد لي أكيد وكان يستحق التاهل يعني بدون عاطفه, بيكون بيكون عاطفة, كان عاطفة اكيد كان يستحق التاهل الى الثمن النهائي وخرج بطريقه حتى ساذجه من طرف المدافع صح كان 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 مباراه كانت جميله قدم امام الراس الاخضر المنتخب نعم الموريتاني في دقيقه 87 اتى ضربه جزاء للراس الاخضر سجلها وطلعوا يعني نعم بعيدا عن الاجواء الافريقيه مشاهدينا نذهب الى بعض من الاجواء الاوروبيه شاهدنا مؤخرا استقالات احد اعمده المدربين في تاريخ كره القدم المدرب الالماني يورغن كلوب لن يكون مدربا لليفربول الموسم القادم. القادم كيف استقبلت هذا الخبر كاول مره محمد والله هو في الحقيقه لما تذكر ليفربول أن تذكر كلوب يعني كانك فعلا. تقول الليل والنهار او يعني النار والماء يعني قرينين كما تقول ليفربول ومنتخب المدرب كلوب أري أنه أكيد لكل مدرب نهاية فرصة أخرى كما قال أنه لن يكون مدربا في الدوري الإنجليزي أري أنه تجربة كلوب ربما ستكون سواء على الدوريات الأخرى أو ربما يكون مدربا للمنتخب لاعلى منتخب ربما ياخذ تجربه هذه تجربه يورجن كلوب هو مدرب عظيم جدا مدرب كبير لديه ثبات ما يعجبني في كلوب هو الثبات في التشكيله دائما يوجد تلك التغيرات الكبيره في تشكيله ليفربول نعم. سابقا حتى ولو انه يتغير بعض اللاعبين لكن هناك ثبات لكلوب وهذا ما يحدث او يخلي ذلك الانسجام بين اللاعبين نعم كذلك حتى أنا مدرب يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين شهدنا في بدايته كأول مرة مع نادي بليفربول بدأ من الصفر وقاد ليفربول إلى التتويجات الفوز بكا بكاس رابطة الأبطال الفوز بالدوري فوز بكاس الاتحاد وكاس الرابطة الإنجليزية لا أحد من المشاهدين ينكر ما حدث مع كلوب في نادي ليفربول كذلك هناك الحديث بان شهد بعض من جماهير ليفربول عندما استقبلت خبر خبر يعني عدم تواجد كلوب الموسم المقبل مع ليفربول قالت ان كلوب أصبح من العائلة صحيح. الليفربولية هو بمثابة الأب في ليفربول وجهة كلوب بالنسبة للأندية الكبيرة صرح قال انه ربما سوف يأخذ راحة لمدة عام تقريبا لا. أين ترى وجهة كلوب محمد الهادي والطريق الانسب طريق الانسب لكلوب هو لا يخليك بكلوب الا الافريقيه الكبيره خاصه بعد العمل الجبار الذي قام به مع نادي ليفربول ارى ربما سيكون على كبار سيكون درب كبار ربما يعود الى دورتموند لما لا كذلك بايرن ميونخ الدوري الاسباني سواء كانت برشلونه او ريال مدريد لما لا خروج انشيلوتي جدد لمده موسم صحيح كاني سمعت برشلونه يعني برشلونه نعم نعم. نريد انا كبرشلوني اريد يعني اكيد يورجن كلوب مدرب عظيم، مدرب قوي جدا مع خروج كذلك أكزافي في هذا الموسم مع نهاية هذا الموسم. يعني تقريبا البعض الجميع تعذب برشلونة. <applause> ولا ننكر أكيد أداء جافي فائز بالدوري الإسباني كذلك دا السوبر الأوروبي على... فاز برابطة الأبطال آه عفوا ليس رابطة الأبطال كالسوبر على اسباني. على ريال مدريد. نعم. آه صراحة آه هو مشكور على ذلك لكن أكيد لكل مدرب آه إيجابيات وسلبيات. نعم لديه فتره محدده بالنسبه للنادي من كلوب نادي برشلونه ماذا يحدث مع برشلونه بالربعيات الاخيره يا محمد الهادي في الفتره الاخيره احد يستقبل برشلونه دفاعه اصبح حش جدا اي فريق يستقبل من الاهداف لاول مره برشلونه منذ ثلاثة سبتمبر بعد الفوز على اتلتيكو فاز بنتيجه هدف نظيف امام اوساسونا كذلك الاداء بخيب بعض المال الامال خاصه بعد طرد بالنسبه لي للاعب اساسونا برشلونه هذا الموسم غير برشلونه الموسم الماضي الحمد لله. نعم ارى انه تيرشتيجن مكانه كان يعني بانت كما نقول نحن في تشكيله برشلونه كذلك ربما التكتيكات التي يجريها اكزافي لم تكن تتماشى مع طريقه لعب برشلونه، كذلك شفنا في مباراة فيا ريال الاخيره تغلب فيريال ريال ثم ريمونتادا من قبل برشلونه ثم رجعت مباراه فيا ريمونتادتين يعني في بين برشلونه وريال <applause> مدريد فريق تاريخي نعم بين ريال مدريد وفيريال عفوا وبرشلونه تأثر لا أقول تأثر فريق برشلونة لكن أرى أنه التأثر الكبير كان من جهة من جهة حراسة المرمى عن طريق تيرشتيجن نعم هل ترى فريق برشلونة قادر على يحتل المركز الثاني خاصة أن المنافس جيرونا يقدم مستويات رائعة مؤخراً حاليا في المرتبه الثالثه ومهدد بالمشاركه في كاس السوبر الموسم القادم صحيح خرج من كاس الملك نعم, نعم. يجب عليه ان يحتل في المرتبة الثانية, الثانية ليكون, نعم. ليكون مشاركا في السوبر هل ترى ان برشلونه قادر على ان يكون في المرتبه الثانيه في هذا الدوري وانه قادر على التتويج بلا ليغا؟ هو كتتويج بلا لا اتوقع في هذه الحاله لنادي برشلونه يتوج بالدوري الاسباني المركز الثاني فارق نقاط حوالي تسع نقاط أو أكثر ربما حوالي هكذا يعني برشلونة لديه 47 نقطة بينما ريال مدريد في المركز الثاني متأخر بمباراة يلعب اليوم ب 54 نقطة فارق قبل ثلاثة سبعة سبع نقاط ربما يتدارك برشلونة أنه في يلحق يعني المركز الثاني منتخب أو عفوا فريق جيرونا مفاجأة هذا الموسم الذي أصبح ينافس الأربعة الكبار في الدور الإسباني لا أرى برشلونة خارج السوبر لوبي وما سيكون في المركز الثاني نعم هكذا ما ترى يعني نادي برشلونة كذلك الحديث حتى عن إصابات فريق برشلونة نعم. لم يبقى لاعب في نادي برشلونة هذا الموسم هل ترى أن هناك خلل بالنسبة لي المعد البدني لفريق نادي برشلونة أو ربما هناك أسباب أخرى لإصابة اللاعبين واصابه اللاعبين دائما من منشوفوها دائما ستكون ربما اغلبيتها عن طريق تدخلات لاعبي الخصم لم تكن يعني اصابات في التدريبات او اصابات يعني عضليه ربما هي الكثير عباره عن تدخلات من اللاعبين لا اللاعب. ارى ذلك نقص في المحاضر البدني نعم في اخر سؤال قبل الختام نعم ترتيب الليغا ثلاثه الاوائل بعد نهايه الموسم توقعك ريال مدريد جيرو أو برشلونه جيرونا نعم هكذا توقعك نعم. للثلاث مراتب الاولى من الدوري الاسباني اذا شكرا لك محمد الهادي على الحضور وعلى قبول الدعوه الى هنا مشاهدينا الكرام نصل الى الختام على امل ان يتجدد بكم اللقاء في يوم الخميس المقبل على الساعه الرابعه من حصه فايرو بور. الى هنا وصلنا الى الختام الى اللقاء